السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح الخير والنور والسرور. صباحكم الصباحي والورد والملاحي والحسم تشرط بكبره. ما بهذا موضوعنا، موضوعنا الأصبح كان يوم اللا، يوم اللا وتولحت عليكم ما كني سويت سنابات من 40 يوم. هل هذا هو اللي يقولون عن الإدمان؟ أو هذا هو شو له من الأسامي؟ أكيد له مسمى، أكيد له مسمى. حد ياي يلا بصباح خير. هالدريول جاي من المدارس. إنزين شو تبل عليكم ضبابة اليوم؟ ضبابة 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 غير مونة. واللي ما يعرف، حد بالعرب يعرف، حد بالعرب ما حد ما يعرف، ترى تكون الضباب على ورق الشير يسوي مثل طاقة من الماء، تغذى من هالشيرة وتشرب من هالشيرة، زين الضباب. لكن إذا يجي عقبه غبار تتكون طبقة تكتم للشيرة من التنفس، فيستوي عليها كمية غبار فترقم منافس المكان اللي تتنفس منه، الفتحات هاي اللي على برقة الشيرة. فلذلك يجب على من بعد إذا في حال يغبار من عقب الضباب غسل الشير من يدي جديد، بمب أو أي شيء، أي شيء أو رشاش شيء قوي. المهم أنه ينغسل الشير من عقب الضباب إذا تبع الضباب غبار. هي نعم، هل اللي ما يعرف واللي يعرف بعد زين على حال يا مطر، زين على زين. وما يا مطر ترى مفروض أنه وإذا تم هذا موجود مكانه يعني الضباب ويا فوق غبار بعد ما ينكر حي إذا أنه يتم مبزين. لكن أما إذا رمت أنت يا الإنسان تغسل الشير ترى هذا شيء وايد جميل وايد زين. وأخباري طيبة، وقزرنا يومين وايد فنانات كانوا في الرياض، الرياض شعب مضياف وطيب وخير يعني الناس كلها خير وبركة يعني. لكن البلاد اللي أنا منها الواحد لازم يطريها. الحمد لله أمورهم طيبة، ومعرض كان ناجح بكل ما تعني الكلمة من معنى. معرض الرياض للطيران معرض كان ناجح ومرتب ومنظم وحضور قوي وإعلان قوي كان موجود عندهم. ما شاء الله تبارك الرحمن الشباب السعودي على الله يحفظهم من ذكور وإناث شغالين رسبة التوطين تبارك الرحمن. عندهم السعودة يسمونها في كل مكان، في كل موقع تلقط سعودي، الوظيفة الكبيرة والصغيرة، العقيد المهندس، الركن المهندس، اللواء المهندس، ما أدري شو المهندس، الركن دكتور، العميد الدكتور، اللواء الدكتور، كله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وظائف الواحد يرفع راسه بها، يا الله يحفظهم من شعب ويحفظ شعوب المسلمين أجمعين يا رب العالمين. شيء والله مبهر الشعب السعودي وصل مواصي تبارك الله تبارك الرحمن خير الخالقين. يعني شيء وايد جميل، واحد يفتخر بناس من هالنمونة. الأمور طيبة وكل شيء زين وخلاص بنسولف وياكم. يلا بس عاد عليكم. واليوم بعد ترى شيء فترة طبخ، فترة طبخ شيء بسيط، كل البيوت تخدمه وكل البيوت في حاجة له، اللي هو المحلة. محلة، لكن هذا المحلة اليوم الله يسلمكم اسمه انا مسمينه روحي هو محلة. المحلة كل بيت يسوي، المحلة كل بيت يسوي، كل بيت يخدمه. ريوق هل بوظبي كلهم، كلها بوظبي كاملة كاملة عن بكرة ابيها. ماشي بيت ما يكون ريوقه محلة. هذا الشيء برنامج يعني ما شيء بيت يخلو من خدمة المحلة. كل طالع شمس، كل طالع شمس صباحهم كامل لازم المحلة. أي شيء ثاني يخدمونه يخدم يوميا الريجات من كل نمونة في كل بيت. اللهم لك الحمد ما حد عليه قصير. لكن المحلة هذا شفت الفرض، يعني فرض لازم
فرض عين ما ادري فرض واجب فرض ما ادري له اسم يتسمى هذا. حتى لو ما ينكل، حتى لو ما حد ياكل، حتى لو ما حد يصكه، لو ينخدم ويتخلى خلاف عاد يتصرفوا به. ضروري هذا المحله شيء لا بد ولا عذر منه. هو لك 600 نمونه المحله، مليون نوع نوع، مليون نوع. كل حد وشطارته، وكل حد وابداعاته، وكل حد لك المحله محله. ما في اضافات وايد، حد من العرب يحط عليه نكهات ويحط عليه مكونات زياده حسب الرغبه، لكن المحله معروف مريس صح وطحي غير ما شيء. حد من العرب يحط عليه اضافات، اللي يبي يحط عليه ريحه قناد، اللي يبي يحط عليه ريحه زعفران، اللي انسان مخير، لكن شغله الاصلي مريس فقط صح صح وطحين وماء وريحة مليحة، ريحة شيء لا خلاف. بنخليه يخدمونه وبنصور لكم الطريقة والكيفية إن شاء الله. دام يخدم في بيوت هالبوظبي كلها، كل هالبيوت هالبوظبي يخدم عندهم المحلة، ريوقهم الصبح محلة، فلذلك سميته هنا محلة الظبيانية. روحي هذا روحي أنا حر عاد على هواي، كل حد ورغبته، أنا بسمن محلة ظبيانية. روحي في خاطري أسمي هالاسم وسميته اسم روحي أنا قايل لنا، وإن شاء الله أنا أنا جايزلي ومنزل لنا بهالاسم، وبيكون موجود على اليوتيوب وعلى الانستغرام وعلى السناب إن شاء الله. محلة الظبيانية إن شاء الله، وسهل ويستعمل يستخدم يوميا، ومكونات بسيطة ولا تضر ولا شياته أبدا، شيء في منتهى الروعة. لا فيه شيء يمتن، ولا فيه شيء يرفع الضغط، ولا فيه شيء بسيط في منتهى الروعة وفي متناول اليد. صبحكم الله بالخير، صبح عدت في زيارة قسم المغربي هذا اللي أنا أحبه وأحب يجلس هالمكان. شو تسوين؟ ها؟ خلاص انت يلا شعري نو بروبلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباحا ما يضيق الا لاحبابي. ايش اقول عارف ما شايحين الرمسه تيم هي ترى وقفتها يا ابوكم الرمسه اليوم. عاد صباحنا كده ورود ورد بورد. ها كل الحين توه ياي على مال شيء طيطيع ما بمال بيتنا. هاي ياينا ما بر مخبر على وين هذا تشوفونها. ها كل هالدنيا ورود. هي نعم امور. ها عاد اللون الطاغي اشوه تحرتك الذيبه وطلع صدقي. ها هذاك بعد ورد هناك. شو الدنيا كلها ورود. هذا لا هذا كذيبو. هي هذا كذيبو الباقي كله صدقي. هذا كله تو وياي. ثانك يو شكرا جزيلا. اي هني ها هذا اظني من يومين ثلاثة ما بيديد. هذا المراد الحمد لله. هذا انتاج بيتنا عاد. هذا مال بيتنا. هذا مال البيت. هذا الصاع اللي روحه والهالبوكيهات الكبار جايات مكان بعيد. المراد الامور طيبه وكل شيء زين ومن حسن الى احسن ومبسوط ومستانس من عقب جايت الرياض. انبسطت وعينت من الله خير والرياض وتلاقيت ويا الرياحاك اللي ما شفته من سنين اللي خبرتكم عنه عدنان يحيى المعلمي اللي ما شفته من 37-38 سنة. الجيت ياني الفندق يقير ياني يوم لا يوم اللي ما شي تصوير يوم اللي اليوم اللي أنا جاي فيه اللي هو يوم البارحة. واستانس والله اليومين اللي عندهم في السعودية غير ما ظهرت ولا فلحني الباب ولا احتركت ولا سبت الباب ما احتركت ابدا ولا فلحني الباب ولا ظهرت بالفندق اصلا ما شيء. وقت وصلت سيارتي اصلا كانت متعبه، الرحله كانت متعبه. طلعت متى؟ من صايف الليل
الساعة 2 في الليل 2:30 صرت، وصلت الساعة 3:30 تيمهم هم لين ظهرت وصلت الفندق تقريبا الساعة 4، رقدت ساعة واحدة ساعة وساعة واحد زايق اني يعني يفوتني المعرض، ونشيت والله صباح الله خير ويالله يالله وعندك ودونك وخلصت وصلنا المعرض وقضينا ومضينا وصورناكم وعشنا ايام وايد جميلة وياهم في المعرض ورديت البلاد، رديت عاد لا اشفع ولا انفع. البارحة مرة طايح طيحة حمالي ما رومش الراسي والله ان بلي اقول تقيمس شكرا ان هذا اللومية هذه بلي اقول بدون ما اقول بلي اقول فقير سوالها ابوي ركايز ورفعها حليل. لا والله ما القط البد منه ولا القط حد يعوضني فيه، مره ما حد يعوضني فيه، شغل زين ويشتغل من خاطره بلي اقول بلي اقول بلي شياته ما شاء الله. شوف هذا التنين سويت يعني ايه سوي هذا سمسم هذا كيف هي. هذا الشكل ما شاء الله يجي حلو حلو ايه ما شاء الله. انت بكبرك حلو. ما سويت غنية اليوم؟ كل شيء نفر يقول من زمان ما سوي غنية بشامبي، ما في غنية اليوم؟ اليوم ان شاء الله بكره عصر عصر الشام عصر. شكرا شكرا. في غنية جديد ولا قديم؟ جديد جديد لانك زين ثانك يو. يوم اقول لكم شوفوا هذا الحين وقته الهمبه مال القراط، شوف توه بادي صوفر هذا انها كله يتقطع، هذا يتقطع وينكن يتقطع وينكن مره غايه الحين، هذا غايه المتمني ما يتخلى حسب ما فيه ذبابه ذبابه الفاكهه. شوف هذا المصوجة هذا الحين مره غايته تقطع وينكن في مكان بيغدي شيء غير نمونه، قند 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 يغدي قند قند يا ابوكم يغدي. نعم قل الدريول ما يرد علي، ودق لصلاح رد عقب ما يا صلاح لين الحين الساعه 9:30 هاي اول مره بلا، قال والله صلاح اليوم ما يبي ظهر الاخراي والله بيني وبيكم شكيت في الموضوع قلت له يكون طايح ولا متكود، فكان ابوي خله يجي يبي ولا ما يخله يجي يمكن شيء بلاه مش طبيعي يعني ان صلاح ما يبي، هاي اول مره. شو اقول لكم الفيفاي ما شاء الله تو باديات مره همال السنه هاي بدر متى بدر شهر 8 هاي اللي مبذور شهر 8 هذا حينه طوله تقريبا مترين وصل حينه الحمد لله. أقولكم وما يبي صلاح غريب إن صلاح ما يبي، يوم سألت قال والله ظهر الأخراي على الأساس ما يبي، مستحيل يعني كلنا ترياه مستحيل تخليه يجي، وحين ظهروا إن شاء الله ما يكون متكود شرات كل مرة، حين اللي يعو من يطيح ويتكود ما يجي على أساس إنه ما حد يتحرى حبة يواجه إنه طاح ولا شياته، إن شاء الله ما يكون طايح. والله حالي من حالك والله اني ما ادري به، لكن 90% انا حاس انه طايح، لو ما بطايح ما لو ما بمتكود وطايح ما كان بي، مستحيل انه ما يجي. ها وين صلاح؟ مقيت. اه مقيت من زين وين سويت الفول؟ قد مر سويته الساعه 7 الصبح. يلا اقولكم انا اكل فول وبيتنا يسوون 3-4 نمونات فول قرب الله تمحسن، والله ابوكم يسوي فول ما كد استوى في الدنيا العودة، لذيذ طعمه لذيذ 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 بطريقة خيالية، فنان فوق عن الفنان، هو يسوي ويأكلون الصغارية ويوزلهم، لكن انا ما كنت مصدق يعني اشوفهم يأكلون برغبة في يوم نشيت قلت لهم بطعمه من كم من يوم يوم طعمته لنا شيء غريب، ومن البارحة في الليل قال في خاطري قلت في خاطري إن شاء الله من أصبح بقول حق محسن يسوي لي فول، دقيت للفير عقب الصلاة ما قصر جزاه الله خير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هاي كده تعبت فقيرة وكنت أبطت تعبانة ما أدري كم سنتين ثلاث
والحمد لله السنة الله شافاها وذت بخير وسهالة، اللهم لك الحمد. بونها وايد تعبانة، الحمد لله رب العالمين ردت لها الروح، يحيي العظام وهي رميم. Good morning girls. How are you? اللون صباح الخير محسن، هاي شو اللون؟ اللون البيلي يعني. افتح رامي تطور اللون البيلي. أيوة. How are you? Fine thank you sir. ما شاء الله. When this happened this hair? Hey والله. One month you was not hair, no hair. You dream it's coming. Look like magic. بالله تجنتي انتي. Didn't say Bismillah. Ma, she didn't say Bismillah. Yes, that's I why. I didn't say Bismillah when I wake up because I don't want to forget the medicine. open today. أيوة. يا سلام على الخمير. يا سلام على الخمير. يا سلام على الخمير. يا سلام على الخمير. حمر بطن وظهرة. حمر بطن وظهرة. حمر بطن وظهرة. لا في عين. لا همك الله. لا عندك. لا إليك. لا. يلا. Close. This one. What is this? يلا عادة. ايوه دنك وهذا شو؟ هذا الفول اللي خبرناكم عنه. ايوه هذا الفول اللي خدمه محسن، شيء غير نمونه. اي والله لذيذ 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 بلي قياس. رب الله تقياس ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ها خبز الماء، هذا شرب صلاح وصل. الله اعلم. راس ملفوف. ها سلام عليكم. اهلين. هذا صاحي عيل. اشوف شوف شل على راسه. شوف بس بارد. بابا ايوه فلح فلح فلح. مش عايزني بارد. انا قلت بارد. انا قلت متكود اخ عليك. إيه سيرس شو يا بارد بارد بارد. كيف متى طاح؟ داخل الغرفه. كيف خلاص ما حد يشرب هو باقي هنا دوم هي خلاص يرجع بس مو هذا في روح هذا موجه. وديته الدكتور ولا ما في؟ لا بس اكب كريم سكر اذا ما يجي دبان موجه شويه. انت بخير صلاح صح؟ بخير رقم واحد. اشوف شوي رامي 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 شويه. اشوف صلاح اشوف راسك شويه 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 الزلق صغيرون يصغيرون. هذا شمنا صلاح امانه ها هو ما الاول هذا ما بيديد هي زين. يا ربي منك وليش ما خبرتني الحين يجي بابا لسه ما يخلص كلام حصل بفيزا كم سنه سنة؟ ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. في فيزا حساب مال فيزا ورقم. سنة ها؟ بس انا كان يخلص. هي. سمسم يساعد. الحمد لله الحمد لله. شو؟ جواز؟ هي. كيف يعني؟ شو يقول صلاح الحين؟ شو يقول؟ صلاح يقول مزبوط خلص. ها؟ مزبوط خلص شو يقول؟ ايوه ليش ما خبرتني؟ مش لازم انا تخبرني اول واحد. امس شيل؟ هي. بعدين تروح مستشفى مع سارة هي. خلص يرجع بيت بعدين روح ماما بدرية بالليل انت سفر ما ليش موجود. ما دقيت لي تليفون انت إيش. ما في موجود مسج انا بيسوي فرحاني وبتحصل ويز انت اخو هذا الحين يجيب كله سوا سوا يلا زين 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 مبروك شكرا شكرا هذا ليسن بعد ليسن دولي يا سلام يا سلام بتسوق بصراحة هناك في امريكا يا هو خوز عنا خوز عنا خوز صلاح ايوه ما شاء الله عليك صلاح او صلاح بيسوق بك هناك في امريكا ها هناك ها خيخ بعد سواقه تبى مشيخه ها بس يلا مبروك مبروك يلا ان شاء الله اسبوع الجاي بتسافروا ذهبوا عماركم مبسوط صلاح اي بسير لهم زلق عاده هاكو راسك مطرور ها شو عيال كلام بس كلام ماشي كلام يلا يقولك سر هناك لا تتكلم زيادة أقولكم بيون اليوم مال كريستال عصفور كريستال المدينة
اللي هم ترى كريستال المدينة كبضبي والعين والظفرة. الوكيل مالهم كريستال المدينة هم كريستال عصفور في بوظبي والعين والظفرة. فطالبين منهم هاي اللي خبرتكم عنها وزهبوها الحين عاد بيبونها من التي عاد الطاقم ويركبونها. أنت حربتي زاهبة ترى لا يجمعونها عندك في البيت ويشدونها مرة واحدة ويجابون سقالات وما أدري شغلة في خيس بيتنا اليوم. تقول له حكى له حكى عسى هي خيل هذا الله سيد لا 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 هي شكرا. ايه داول ايه لا ايه ده جيد حكى له عسى سيد نسيت انت تقول ايه الحمد لله الحمد لله نسيت سيد قول ايه سيد لا لا اهدى قول هديت جيد انسى قول نسيت سيد يلا ايه داول ايه سيد هديت سيد انسى قول ايه نسيت ايوه يقولك هو يقول شيء حق اخت حصة نسيت مرة ثانية ايه داول ايه سيد انسى قول ايه سيد هديت سيد انسى قول ايه سيد ايوه كده صح قول هي لازم تحط اسم حصة في النص جملة لا ركبها لازم تركبها له ايه ده اقول ايه هديت هديت سيد انسى اقول لحصة ايه نسيت ايوه يلا مرة ثانية بس ايه ما خلص لا لا نقول مرة ثانية ايه ده سيد لا استنى ايه ده اقول ايه سيد هديت وليه فتحة ايه سيد ايوه خدية زعلانة خدية زعلانة وايد ليش تقول ليش واعي من الصبح عليكم السلام تعال ابوي ها قال قال الله شكرا وين هذا ابوي بابا مبارك مبارك القبيسي شكرا شكرا جزيلا خله خله هنيها خله عدال صلاح حط الطاوله صلاح وين فتح سيارتي ها اقول لك صلاح خديجه زعلانه تقول شو موعدك في الساعه 4 ونص الفجر ها وها حيب حيب شو امانه ناشط حلبه الفجر امانه يا ابو باه حلب انت تنش امانه هاي بنش الحلابات الفجر بي بي امانه ها كان كلام هي امانه ها شو كركش هي تشربت كركش هي. تركت تشرب كركش الساعة 4 ونص بافوري انت ناطور مال المدرسة شكرا ابوي شكرا 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 ابوي اليران شكرا يا الناس الطيبين شكرا اليران على هالطماط اللي قاد ابدا اكرم انك صاحي مع الصقعة ايش حقه مشكلة انت مشكلة زعق هذا الطربوش اللي على راسك لا 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 عسب حبيبي يهب راسك الهواء بس خلاص بيودها عنك بيودها اطبقها هذا لا 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 ولا اطبق لا ولا لا خلص نسيت احبه بحا هذا بدل ما تصير بوي تشتري ياكلين بيتك ولا شكرا شكرا مبارك لك بيسي شكرا شكرا بن صلهم قول له شكرا شكرا وادي شكرا بعد ها صراحة قلت له شكرا انت شكرا ولا عفوا عفوا يلا هل تبحث عن عمل إنساني؟ هل تتلمس حاجة الآخرين للتخفيف من معاناتهم؟ هل تسعى إلى إيجاد الناس الأشد حاجة للتغيير من حياتهم؟ نعم، نهتم بعطائك لنصنع الفرق. ساهم معنا في رفع المعاناة. مباشرة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر استوديو واحد يوم الخميس من كل أسبوع. للتبرع 200 درهم عبر الرسائل النصية اتصالات 2449 ودو 3449 هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الريادة في العمل الإنساني. أكثر مكان يوجد في الدنيا العودة أنك أنت تصدق أو تعطي أو تساعد عن طريقه هو الهلال الأحمر، ما في طرق ثانية، هو الطريق
الـ 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 الأمثل للإنسان اللي يبغي يتبرع أو يبي يصدق أو يبي يساعد. فلذلك خصصوا وقت من الساعة 10 لين الساعة 12 كل يوم خميس اللي لحاية ومحتاج شيء مساعدة علم أو خبر أو أي شيء كان، يتصل على البث المباشر في إذاعة أبو ظبي. البث المباشر إذاعة أبو ظبي كل خميس من الساعة 10 لين الساعة 12 لحاية يبغي شيء ولا شياته أي شيء كان. الجهة الوحيدة اللي الإنسان بيتبرع لها هي الهلال الأحمر. الهلال الأحمر يغطي المساعدات اللي تي من ضمن خدمات الهلال الأحمر، يغطي المساعدات عن طريق إذاعة أبو ظبي. فلذلك استوت إذاعة أبو ظبي منصة للسائر والياي، أي إنسان لحاية في شيء محتاج مساعدة يبغي أي شيء يكون مخيل يكلم زيد ولا عبيد، يرمس الإذاعة ويشرح لهم شوية وعلى طول أبوي تواصلهم هم مع الهلال الأحمر. فالهلال الأحمر هم الكفيل من بعد الله رب العالمين، حاطنهم وسيط بينهم وبين الناس اللي بيبون المساعدة. فالمساعدة لازم تظهر منكم أنتم، فبدال ما تعطي زيد وعبيد وفلان وعلان وشرق مساعدك هاي توصل ولا ما توصل، ها شيء علم عند الله. لكن الأهم والأحسن هو الهلال الأحمر. فاللي عنده شيء يبى صدقة، يبى كفارة، يبى زكاة، يبى يعطي حد، يبى يرحم حد، ما يستوي تعطي منك إليك. اللي بيعطي لأنك أنت بتعطي جهة بيقولك والله نحن بنبني مسايد، إنت بتبني مسايد، هل أنت تدري بالشخص هذا هل هو أمين صادق؟ عليك بالجهة الرسمية، فأنت بدأ ما تساعد على الخراب بتساعد على شيء زين، بتساعد على شيء الخراب. فحاليا نسبة للي يبقى يساعد اللوادم شيء حين الهلال الأحمر، عن طريق الهلال الأحمر شيء برنامج بث مباشر في قناة أبوظبي، في القناة أبوظبي في الرادو FM. فكل خميس من الساعة 10 لين الساعة 12، من الساعة 10 للساعة 12 بث مباشر. أي إنسان له راده أن حد يطلب مساعدة، فهذا الطريق الأسهل للحصول على المساعدة في حال موجود الصدق في الطلب. فيدرسون حالته ويعطون مطلبه على البث المباشر في نفس الوقت. وفي نفس الوقت أي إنسان يبي يساعد هالوادم المحتاية عن طريق الهلال الأحمر، هم المكان الآمن تضع صدقك والشيء اللي تبي تظهر دفاعة البلاء ولا كفارة ولا زكاة ولا اللي هو، تحطه في المكان الصح. ما تعطي زيد ولا عبيد، تعلم الغيب انت، ما تعلم الغيب، هل آدمي بيودي اللي انت تصدق به ولا شيات، ما تعلم الغيب، كأنك حاطنه في البحر. طريقة ومكونات محلة الضبيانية: قوطي طحين رقم 2، الماي الماء قوطيين الأربع، ما أدري عاد كيف تحسبون، هذا قياس الخبيص. السح كم فردة؟ 35 فردة سح إخلاص. نص فنيال شكر شويونة مليحة وخاشوقة زيت طعام، يمرسونه لين ما زيد السح، يمرس زين ما زيد السح، يمرسونه لين يقول التوبة، وعقب أبوي يصفونه. يلا عاد بسرعة، كود أبوي مثل كالعادة، عباس على دباس، ها على ما تشوفون، والمريس عقب ما يمرسونها حاجة ممروس وزاهر الحين. فطريقة ما شيء فيه، لا همك الله، لا عندك، لا إليك، ما بتحط زعفران ولا شيئات حبيب؟ لا ما إلي شيء، ما يبون يحطون أبوي، هنما هالاستعمال يومي على ما تشوفون. بهالطريقة هذا نحن ممروس وزاهد من قبل، تنعين العينة على ما تشوفون. أول شيء نحط كمية المريس ويازمون يخبصون بهاللي هنمونه، ما عاد يسمونها هذه عادة، ما في لا همك الله لا عندك لا إليك. المكونات اللي خبرناكم عنها ما شيء، لا بكم بودر ولا مخمر ولا عندك ولا همك الله ولا هم يحزنون. وهذه طريقة محلة الضبيانية، ما في أي شيء، مليح شويونة فنيال شكر شويونة زيت طعام، 35 فردة سح،
من عقب ما يمردونه السح ويمر زين ما زين صفوه عقه والحنثوي المال وهذا أي شيء يعني بيطيح يعقونه. شو بصري الميكس بين هذا الله يحفظكم في الليل لازم يعين في الليل والصبح وقت الصبح يعني من عقب ما تخف ست ساعات ولا ساعات الصبح يوم بتنشون الصبح بتكون العين زاهدة خلاص مرتاحة تنشون شو تجدون كم بيضة بيضتين تجدون ما في الليل البيض يحطونه لا الصبح تصبح الصبح جديت البيضتين وضربت بها المخباطة زين ما زين خلاص تبتدي عاد تشتغل فيه هذا الحين نحن مسوين كمعيون عندنا وزاهد من البارحة الحين بنرويكم طريقة خدمة خبز محلة الضبيانية يونة دهينة طيبة على التاوة لازم ريحة أيوة هذه طريقة خبز النمونة وهاي الكافة موجودة عند في كل مكان كافة شريط ولا شيات الأول فرميكة أو كافة والله عم ما يسمونها هذي قطعوا بها الكيك جنة ولا العينة طني هذه طريقة من يتحمر أطراف القرص يتحمر أطرافه شلوا عادة هذه الإضافات اللي تتم عالقة من فوق شرات خبز الرقاق لكن هذا تختلف عينته وتختلف يختلف قوامه القرص فلذاك غدي رفيع القرص رفيع بطريقة ما تتخيلونها لازم يحط على ما تشوفون ويتلحف لازم يتلحف حسب ما يغدي يتشسس خلاص شوفوا حين هذا القرص رهيف ما شيء يرحف عنه لازم يتلحف الحين لازم انك انت اللي بتخدمين اللي بتخبزين المحلة لازم يكون تلحفينه في نفس الوقت لجل ما لحفتي بيغدي يتذرذر يتشسف لازم شوية فيه أطرافه يتشسس والطرف اللي من غير يجي لين فعسبي النكل ترى خبز هو ما ببليوت ولا منزق خبز المنزق هذاك يقدم أبدا يتفتح ولا هذا لا المحلة ترى اسم محلة على كل الأحوال في كل الأحوال اسم محلة هذا الحين القرصة على ما تشوفون قشوها لفوق كامل القرص الناضي روحي يربع في نفس الوقت شغلة لكن يبالها بارد شغلة يبالها بارد ما بمال هوي لازم اللي بيخبز المحلة يتبرر على هالمنوال وانت ساير او انت سايرة على هالمنوال هذا قوي محلة الضبيانية مثل ما قلنا لكم روحي مطلق عليها الاسم محلة الضبيانية ومحلة خدمة كل الطوايف لكن أنا حبيت أن روحي أطلق عليها المسمى يعني درجة
لنضوي عند راعية البيت، ان بغت حمر وايد، ان بغت جولدن، ان بغت على هواها راعية البيت، سوي اللي يوزلها او تخبرين الطباخ تروينه وكل شيء بيخدمه، او تخبرين الخدامة اللي عندك، يعني يحبون العيال وبنيات يحبونها. هذا الخبز ما تشوفينه اشتغلت هناك حبيب ما خصك فيه. شو القرص تنفخه سكم سير يومين على هالحال. شكرا حفيد. شكرا. الفرق بين المخبوز الصبح واللي الحين ها خبز متى خبز انت هذا؟ هذا سي الساعة 8 الساعة 8 الصبح هذا مرة الحين غايته. هذا على ما تشوفون وهذا الحين الجديد تو الحين المخبوز فشوي حاف يعني شوف ها شوف مثلا فحاف اطرافه فمتى يغدي هالنمونة؟ يوم يتسكر عليه يوم يعني خلصت الحين من الخبز هذا يحطها فوق اخوانه ويتغطى آز لان شوي يتعارق لان شوي فازمة العرب تاكل من طرفه. يلا يلا اخر قرص اخر قرص بوي ابوي بوي ابوي عشاو عاش حفيظ عاش حفيظ. يلا عاد تلايا ولا يبات تلايا ولا يبات والعين ابوي بعد ترفعها في الثلاج في حال اكتفيت ويخبزون منها العصر ولا المغرب ولا شيء. لكن هو متعارف في ابو ظبي انه المحل الصبح. عاد اخر قرص الحين ما خدني بس عاد لازم الساوة تكون حاره والعين تكون يكون هذا قوامها قوام العين على ما تشوفون. هذا الحين هنا نقش العين اللي مو فوق خلاص الحين سارة خذت وعطت التاوة خذت وعطت التاوة من الحين ريدي جاهز جاهز القرص ما ياخذ دقيقة الحين. أيوة بس يا سلام يا سلام يا سلام. يلا يلا سير روح روح يلا الثاني اللي عقبه يلا هلا بيس هلا بيس هلا بيس هلا ما تشوفون هذا محل الضبيانية للاستعمال اليومي. هذا كل بيت فيك انت يا ابو ظبي هذا ريوقهم كل يوم كل يوم الشهر 30 ليلة هذا ريوقهم كل يوم كل يوم الشهر 30 ليلة. يلا بي يلا يلا حبيب يلا فوق 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 ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا يا حفير شكرا يا حفير ثانك يو فيري ماتش. انا ما قلت لكم الساعه بيخيسون المكان طلع حليلهم. شوفوا كل شيء ابوي حاطين عليه نايلون ومزحبين سامانهم ولا خيسوا ادنات الدون. ها روحهم ها روحهم مسوين الدنيا هاي كلها من الباب للمحراب. ها شوفوا يا سلام. لا ابراهيم اظني بخليهم يرفعونها شوي فوق. يلا انا حبي دقيقه ذكرنا ابوي اللجنه العليا وقرروا ان الثريا ترتفع بعد شويه نص متر نص متر بيرفعونها الثريا ترتفع نص متر احليهم عمالهم ما قصروا ترتفع ابوي نص متر من الارضيه من هذا بعد الحين بتصير نص متر فوق بتغلي انظر شكلها حتى هم يعني اعطونا رايهم يعني الحكومه هني قالوا ان لازم ترتفع نص متر ف يوم خذنا راي هذا المسؤول هذا المنسق قال صدقها صدقها الحكومه رايها ابويا يحك الشرع الكل ياكل تبن هاد تدروب من ثمرات جبينهن من اكثر من 13 او 11 سنه
من 11 سنة مركبينها لين اليوم على ما تشوفونها ولا عولا كلهن بيت البيت كلهم راتبينهم من هاك الأيام لين اليوم ولا عولا ولا اختلف فيهن شيء كلهن اللي هناك هل يشوفونها من 11 سنة ايه شوفت الهنجر اللي في شو اسمه اللي هم يرفعون مكاين السيايا سبحان الله شو مازينها يا ابوكم من زمان اتري هذه الحجم شيء الاول الحجم الكبير ما ادري كم متر 5 أمتار ما ادري 6 أمتار طولها ما لقيت الحجم هذا الا الحين هم بالصدفه يوم انا سائل لهم خلصوا ابوي ابتدوا على شيل سامانهم والسقالات وهذا يخلصوا كل مره خلصوا الحين ياسين يلقطون كشارهم مره يقول الحين جهزت على التشغيل لا تقولون ما قلنا لكم فعلا انقى واجود درجات الكريستال في الدنيا العودة على ما تشوفونه نقاء وصفاء وضمان مدى الحياة على الكريستال تريبوا على ما تشوفون مطلي ذهب عيار 24 ضمان 10 سنوات على الطلاء ما يعول وحين نحن هاي الخواتم ركبناهن أكثر من 11 سنة وهذا على ما تشوفون ولا عولا وحين يابوا هاي اللي قلنا لكم عنها Thank you. شكرا. Thank you. Thank you. إن هذا اختياري أنا وطلبيتي أنا والمقاس مالي أنا اللي أنا أشوفه يوالب مكاني ويا سكريان مدة طويلة. فلذلك كل إنسان عنده موقع ويبي يسوي شيء في بيته يروم يجيب المهندسين من عندهم هم اللي يفكرون وياه ويساعدونه يعطونه آراء. أنا كنت الأول حاط في بالي أخذ أعرض قالوا لا. هم ترى بإمكانهم يبيعوني اللي أعرض بيبيعوني اللي أعرض هم المستفيدين قالوا لا الأعرض ما بتغدي جميلة في هالمكان المكان هذا يبقى اللي قيمته أرخص وأقب وأقل وزن فيون يطالعون حتى الهوك كم يستحمل من الوزن والكهرباء كم يصرف يعني لهم أشياء مش قصدهم تجاري الغصد أي نعم تجاري لكن مش لدرجة أنه يبايعونك شيء اللي هم يبون يتخلصون منه أو يبون يخسرون الزبون لا أراءهم زينة وجيدة واقتراحاتهم في منتهى الروعة جزاهم الله خير وما قصروا كريستال المدينة اللي هم وكلاء كريستال عصفور أغلب الأماكن الرسمية في الدولة مثل عندك صالة المطار في مدينة العين صالة مطار العين هم ترتيبهم كامل من كريستال المدينة اللي هم وكلاء كريستال عصفور شو انتظار؟ What are you waiting? بعد كريستال المدينة ها على ما تشوفون Thank you تخفيض بعده ساري المفعول لين تاريخ 25 من هالشهر لعلينا يعني اللي ما أخذ أو له مراد انه ياخذ اشياء جميله اشياء عليها تخفيض داخله في الخصم 50% لين تاريخ 25 من الشهر اللي علينا يعني يواحيله اللي ما اخذ يواحيله ويلحق الخصم ساري المفعول لين تاريخ 25 من هالشيء الفنان ودخلت انا المعرض صورت لكم اياها كل يوم اشياء تعرف واشياء ما تعرف من تحف من هدايا ومن اللي بيرد على في اليوتيوب بيلقطون التغطيه مالت المعرض مال كريستال عصفور اللي هو كريستال المدينه اللي في ابو ظبي لانيه الشوروم مالهم شيء في منتهى الروعه اشياء بالهبل ما رمت اصور اصلا الا 10% 90% ما رمت اصور اشياء بالعظمة كريستال المدينة اللي هم وكلاء كريستال عصفور موجودين معارضهم موجودة في أبو ظبي وفي العين في المنطقة الغربية وكل هنا أبوي عندهم خصم 50% لجميع البضائع اللي عندهم من الإنارات ثريات ستاندات
تحف هدايا كل شيء عندهم. هاي الله يحفظكم، حاليا عندكم فرصة، كل إنسان يحيد عمره الله مرهي عليه وعنده أبوي بهين ساعات يروم يصير ياخذ له شيء غاوي له لكل الزمن، شيء فنان وغاوي وتحفة دائمة، تحفة دائمة شيء جاي. الحمد لله رب العالمين. نزلي عادة، هذا الله يحفظكم. يوم بنتنا هدى مسوت لنا شيء ناتج من النواتج، هذا فقاس، هذا اسمه فقاس. ناس تقول لي قريشلات وناس تقول لي فقاس قريشلات. ناس اول يسمونه قريشلات وناس يسمونه فقوس. شو فقاس؟ فقاس هذا فلفل احمر، وهذا الزعتر والكزبره، الكزبره والزعتر، وهذا بالزيتون. انزين شوف، ها ترى، ها ترى هش شوف. عم ما تشوفونه زين. وحين طريقتك ايش قايل هذا؟ متى؟ سهله طريقته. متى بس خد، متى بتسوي لنا اياه؟ يوم تجيب التليفون. ها؟ يوم تجيب التليفون. يوم بجيب التليفون؟ ايه. يعني بتسوي لي هذا بمقابله؟ التليفون الاحمر الكبير تمام. ما في تصوير. ان شاء الله حيب ابوي. فكرنا غلط. معذره ان ابوي ما بطيع تسوي لي شيء اني اصك اي شيء بتخدمه؟ قالت لازم ابوي مقابل يجيبوا لي تليفون حمر. معذره بعد لازم لونه حمر ان شاء الله. ثمانية. شو ثمانيته؟ ما شيء ثمانية ان شاء الله. بناخذ لها ان شاء الله اسبوع عليها تليفون حمر بدها الخدمة. كم شيء بشيء لي تسوي مليون شغلة سوت لنا، وكل اسبوع تسوي لنا طبخة. كل يومين. يلا كل يومين قالت. يا ما بضاري ابوي، انت تبينا هلا كل حقي انا ضاري تقوم دوارك ام الحنايا. لا اسبوع حصير اجيب لك. ليش؟ ما جبت تليفون. لين لين يوصل التليفون وخلاف. السلام عليكم ابو محمد. ابو محمد هاي اللوزه زارعينها نحن خاري هنا عند البيت صغيره، بس طالع شو ضربها، خلني ارويك اياها. تقول نفس الحرق عدت لي هوالم لازم عشان ارويك. لا بطرش لك صوره مني تواكلت، ما عرفنا شو نسوي لها. بصور بطرش. اصابتين في ان واحد، إصابة فطرية والإصابة الثانية حشرية. هذا أبوي تشخيص الأخ العزيز حمد البيرق من أم القيوين، تشخيص هذا نمونته، هذا المرض اللي فيها اللوزة. والإصابة مش إصابة قوية، إصابة شيء بسيط هذا اللي ضارب منها اللوزة. وعلى كل حال شيرة اللوز شيرة قوية، روحها فيها قوة، فاللوز ما يتأثر من أي مرض، يتأثر من الإصابات الفيروسية. يوم يجي مرض فيروسي يتأثر اللوز. العوق اللي يضرب اللوز يسمونه تفلطح الأوراق وتفلطح الأغصان، أغصان اللوز. فهذا العوق هو اللي يأثر. علاجه يخلط مبيد فطري على مبيد حشري 50% و50% وينرش به، تنرش به الإصابة مرة هالحينة ويترى يوم بعد أسبوع لو خمسة أيام بعد مرة ثانية. وبعدين يستوي رش كوقاية يعني في الشهرين ثلاثة ودي واحدة ما يضر، يعني إذا ما ينفع ولا ما يضر. والمبيد الفطري لازم يكون مبيد فطري نحاسي، ما بأي مبيد، لازم تتأكد أن المبيد الفطري نحاسي. والشيرة هاي الله خيب عن أبوك يا الدبان بتدخل في عيني أقولكم. والشيرة اللوز اللي عند الحرمة هذه فيها أفرع ظاهر من تحت، اللوزة اللومية أي شيء أفرع ظاهر من تحت تضعف الشيرة. لازم يكون لها ساق واحد ويتفرع من فوق، إنما من تحت الأرض عدة أفرع هذا يضعف. كان هالشيرة لوزة همبا لومية أي شيرة من شير اللي في الأرض لازم يكون لعمود واحد ويتفرع عن ثلاث أربع عمدان، هذا يضعف الشيرة ويازم نشأته تازم ضعيفة وما تي قوية الشيرة، فإنتاجها يكون قليل وقوته قليلة وعرضة للتكسر في الرياح وايد أشياء. أي شيرة يسمونها الأفرع، هاي الأفرع الماصة، الأفرع الماصة اللي تمتص قوة الشجرة تخلي الشيرة تغدي ضعيفة
وتقوي عمرها بالركون هاي الافرع الماسات هايل يتغذن على الغذاء، فما تصير فوق ما تنتهض، تباها تنتهض قطع ولي تحت كله وخلها بيدع واحد بتغذي بخير وسهاله. كالعاده انا وقفت شيشه الطريف لا بد ولا عذر، هاي شيشه الطريف من قبل ما تنشا، هاي الشيشه الشيشه الاوليه مركز رئيسي للساري ليوه، سايرين سايرين براكه، سايرين السلع، سايرين اي مكان لازم يخطفون بشيشه الطريف. وشيشه الطريف دوم الله يحفظكم في معكم بالصدقان. السلام عليكم. وعليكم السلام. حالك الله يسلمك. حالك ابو محمد. كيف انت اللي خليت منك؟ والله مليون مرحبا، مليون مرحبا، مليون مرحبا. والله يا ابو محمد الحين فرحنا يوم شفناك. يا خلينا من كل من اسمك. محمد ود سعيد بالله طيل الشمس. والله مليون والنعم. اي نعم. مليون والنعم. ما عليك زود، ما عليك زود. فيك. اي نعم. فرحت بشوفك. والحن كذلك. ونحن بعد نحبكم. بعد الحن، بعد انت يوم توصي بشيء الحن نمشي على وصاك بعد. انا هذاك ما كان وصاها، كان مقترح. مقترح؟ اي نعم. سويناه. ان اللي يزعل فريج يرضيهم. لا لا. سواء بالكثير ولا القليل باللي. هذا مقترح يعني، والانسان على حسب استطاعته، اللي يروم ورده، اللي يروم كلمه طيبه. كل زين، واللي يروم حتى قنطار ذهب ليش لا؟ لا لا مرة إلا ذهب والماس وليبون. يا لك تسلم. أم العيال ترى غالي. هنا. ما قصرت. جابتك العيال. أم العيال واللم والأخت والخالة. نعم نعم، والوالدة والوالد والخوات. الحمد لله. الله يخليهم ويخليهم لك إن شاء الله. آمين يحفظك ويبارك فيك. وأنا اليوم يوم حلو وجميل. لا خلينا منك، لا خلينا منك. تامر علي. كل شيء ولا فريجك والله الله يطول يعز عليك وانت كذلك الله يحفظك وموفق ان شاء الله. الله يسلم حبيبي. سلم ما شيء اقول لكم ربسه كل هالعرب ابوي ترميس اللي عن موضوع الرضوه. موضوع الرضوه شيء وايد جميل، ان الواحد يوم حد زعلان عليه يرضيه. مرحبا. اولا عد اسمك كامل. محمد بن سحي بن فرج بن هادي الهاجري. والله مليون مليون والنعم. شوف انت تعرف، انت تعرف انكم انتم الاول يرانا قبل ما تولد انت. يدك مشاهد بيتي في العين، تدري؟ أدري. كيف عرفت المعلومة؟ أم علمتني. والله قالت لك؟ خبرك إن إحنا إيرانهم الأول؟ أيوة. إيه. أنت يدك محمد بن فاضل المعمري. أيوة. أنت يدك شوف يدك ماخذ حرمتين، ماخذ وحدة. شيخة وعشبة. شيخة وعشبة. أنت مني من هن يدك؟ أنا يدك عشبة. والله والنعم. أكزو. سلم حبيبي. ما الحين صورت ولا بعك؟ صور ما. يلا غايته. شي فيديوهات اثنين البح صورتهم في مطار الملك خالد في الرياض. الفيديو الاول جيت شخص عراقي يداوي يعرفني من المتابعين، صورت وياه سولفنا. عاد يوم سمعت رمزت قلت له ما عليه اخذك فيديو، قال يشرفني. فيقول اقول له يعني اتضح اني كان عايش في دبي، يشتغل في دبي دهر رب العالمين، اتيحت لي الفرصه ان الله يرزقه شغل في الرياض. قلت له كيف ربت تودر دبي؟ قال وين اروح ما ودر دبي؟ قال لي كل اسبوع خميس وجمعه وسبت لازم في دبي، وباقي الاسبوع يوم الدوام في الرياض، وثلاث ايام لازم اكون في دبي الخميس والجمعه والسبت. يقول لي ما روم اصبر عن أكسجين الإمارات. يقول هو دبي شال الأولي والتالي، ما بيشلني أنا، أنا بكبر دم. يقول لي أنا عراقي، دمي عراقي، لكن يقول لي حياتي كلها في دبي. يقول لي روحي متعلقة في دبي، وين أسير وين أي. تقول تسوي لي مؤتمرات في جميع دول العالم، لكن يقول لي غير دبي ما شيء دخل في الأفوال. قلت يا أبوك هبل أنت دبي، دبي مخبله بالاولي والتالي، وين بتصير؟ وين منو يروب يصبر على دبي؟ الرياض لقيتها الرياض طيب، هذا الله يحفظكم يشتغل عندنا في الامارات، لكن ودر الامارات وحين عايش في السعوديه كعمل، كان الاربعاء والخميس والجمعه ويرد السبت. ما نقدر نترك البلاد، الامارات ذخر وسعاده للكل. الحمد لله رب العالمين. على الله يحفظك. سررت على لما استانست على الكلام اللي سمعته من عندك. الله يخليك، وانا شرفتني شفتك يا اسد. جزاك الله خير. كثر من امثالك. انت دكتور؟ اي نعم. وان شاء الله وحيد ما شاء الله ما شاء الله. وزميل دراسه للدكتوره مريم مطر. الله يخليك. صح ولا انا غلطان؟ اي نعم وتشرف. يعني الله يحفظك. الله يخليك. شرفت بشوفك والله يحفظك. وان شاء الله ان بكره هذا السناب بنزله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير. هذا كان الله يحفظكم الفيديو الاولي. الفيديو
الفيديو الثاني احب اشغلكم اياه بعد هذا. شو اقولكم؟ شيء يبوك يوجه في الماشي. يوم تشوف الاعلان هذا في مطار الرياض خلاص، شفت اللي بوجر يضرب عقار بقر، هنموني غدي بتشوف هالاعلان اللي طوله طول وعرضه عرض شاب المطار من فوق جدل معلاق، الاعلان جدل معلاق متعلق مره هناك. وين المعلاق متعلق؟ اعلان يعني يخلي كل انسان اماراتي يتنومس. في مطار الملك خالد في الرياض تدخل وتشوف هالنافورة، الفنان اللي ما شي شراف تنافورة في الدنيا العودة، شيء جميل ألوان، شيء يعني نافورة مميزة في هالمكان المميز. لكن يوم بتشوف الإعلان هذا إعمار، كم تتنومس، كم تطول رقبك، كم تفتخر، كم تنبسط، كم تقول عمار يا دولتي، عمار يا الإمارات، عمار يا دبي، عمار يا إعمار. منظر مشرف لكل إماراتي وين ما تصير، جميع عواصم العالم في شرق الكرة الأرضية وفي غربها، انسرت المغرب، انسرت مصر، انسرت أي دولة خليجية بتلقط إعلانات إعمار. فخر اسم إعمار لكل إماراتي. يا الله يا رب تحفظها من دار وتحفظ إعمار لهالإعمار، ودوم عمار يا إعمار. حتى لو عتمالي حايف الشيشة لازم أي طالع لازم ادخل الشيشة وادخل، لو مالي حي ابدا لازم اواي داخل شي لفة واتسير، لا بد ولا عذر. ما بالك حتى العير والله حتى بترول عندي الحمد لله، كما ادري ليه تلفيت، تعيبني لفة الشيشة يعني لازم انزل. ما عندي شغل لكن احس انها ما ادري والله بدون سبب، يعني والله ان بدون سبب ساير، لا لي شغل ولا عندي اي شيء اسوي، لكن ما ادري كيف ضراح عاد ضريت على الشيشه. يلا محمد شو عشا اليوم؟ عشا بيسالونك هي يا سلام. ثانك يو محمد. بس دي يسالون العشا ابيض بعد مقلع. شكرا. شيء طبيعي انا مخلي المغرب من رهني في القرب، الأمور طيبة وكل شيء زين، والحال فنان وكل شيء مرة رقم واحد، والفريج مرة ما حفيل أنا وهلال، ما حد أبوي مرة بالكوفة وهلال أبوي جاي بعد قور زراعة، ما ندري وين بيزرع، حنشوم القور عاد الله أعلم. جاي برمان، رمان جاي بن حق هالمكان ما ندري عاد وين بيزرعه، شو وين بيحطه الله أعلم به. رمان وجهنمي ولوزة، لوزتين والله، وهاك ما يندرى بشو اللي بلحة. وهذه جلسة المنام على ما تشوفون، هي عادة على فكرة المنامة صيفية، لكن أبوي جماعتنا نحن هني معتبرين هاي جلسة شتوية منتهضة. أبو محمد أبوي السلام عليكم. هلا. أبو محمد أبوي قاعد مسوي لهم عمل. الحين شاي حليب. قلت لها تيب جرفه وقناد ومورد هي بتقايسه على نفس اللي تسوي قبل انت يستوي يا ابوك. هذا هاي مخمريه قناد وما ورد وزعفران. شو تحط فيه؟ انا شاي ما شيء ما ينحط شاي حليب خل غير هذاك. لا شاي حليب بنتكلم، خل بنظهر على السناب بنتكلم الحين بعد شويه. هاي خلطه سريه. اي نعم. خبرني يا طير. ها صيفي هذا. هلو شو اسمك؟ بشكركم. هاي هلال مايله. هاو ار يو؟ جود الحمد لله. شوف انتو الناطق هني، شوف هالوزار سماوي والمقصر ابوي لارنجي. قلت لك حط شويه. هي صح؟ هي نعم. يعني تقريبا نسخه شو قصيره؟ هي سوي اللي تباه انت، اللي بتشوفه يوزك يا ابو محمد سوى، ما تسوي الا الزين، ما تعدل الا شيء الطيب يا ابو محمد. لا 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 ما عليك باس. أقولكم وينو ما طعت أطلع تشوفوني ظلمي زين. والله يا أبوك الجو ياخذ العقل.
الجو روح عذاب عذاب، يقولون باكر بي ثلج ما ادري شو. انا ابو حيل سكيم وكان صدق واحد مسعود ارسل لي مسج اجواء ما ادري شو، اجواء ما ادري شو، اجواء ما ادري شو، يمي على الرمسه شو بنك فيز يرتب وحده ابوي عند قوم علي بن سالم. هاي يا ستر هناك حتى تعشينا هالميلس مال العشاء هذاك الميلس بكبر راح نعود هناك ما رمى سير كاميرات من هناك حد من العرب يدوخ ما يبون حد يشوفهم انه يدوخون. يلا مايته يلا مسرع المسرع المسرع يلا كرمكم الله. يا ابوك لا تطريها.